الملف رقم 16 في فاتورة المبيعات كان الملف اللي فات اتكلمنا عن البيل ديتيلز، تفاصيل الفاتورة. ويمكن لو انا رحت للملف بتاع السي شارب وعملت ران، كنا اتكلمنا ان احنا شلنا القيمة اللي بتظهر هنا اول ما نعمل ران، وشلنا القيمة اللي كانت بتظهر هنا اللي هي الكاستمر هنا، وشلنا البرودكت ونختار احنا البرودكت. لما اضيف بتضاف صورة، وعرفنا موضوع الالوان، اللون ده اللي ضفناه، ولو صورة فاضية تسيب مكانها فاضي. كل ده عملناه المرة اللي فاتت، بس في حتة ما قلتهاش. انا قلت ما قلتش حكاية الارتفاع والويتس بتاع الكولوم. فاحنا برضك التحكم هنا واضح ان الويتس هنا ليه مقاس ثابت اهو، ففي حتة هنا موجودة في الخصائص. طب ايه اللي هنقول الاول المرة دي؟ هنقول لو ضفنا ده تاني قد كده بقى اتحولت لدي، هي دي بس. وهنظبط حتة كده في هنراجع على الملف ده كده لحد هنا. هنقفل كده انا عندي حاجه اسمها في الـ وانا واقف عند داتا جريد فيو كده اهو، في عندي حاجه اسمها الهايت هنا. فين دي؟ في الـ في الرو تمبلت. في الرو تمبلت لو دوست عليها هلاقي في حاجه اسمها الهايت، هخليها 40. لو خليت الهايت ده حاجه تاني غير ال 40 في الرو تمبلت، خليته مثلا 20 ودوست ران. طبعا بعض الحاجات ما بتتفعلش الا لما بعمل ريبيلد للمشروع، فلو الروما ما اتظبطش هنعمل ريبيلد. يعني اعمل ايد كده او ما قلش قوي يعني عشان ما عملناش ريبيلد. تعال نعمل ريبيلد. هنا قل بقى، هنا قل عشان عملت ريبيلد. طبعا مش مناسب، انا اقدر اغير فيه زي ما انا عايز زي ما هي. دي بقى الحته المعلومه اللي كنت عايز اقولها، عشان غير موضوع الاستريتش ده، غير موضوع الاستريتش بتاع الصوره. فانا عندي هنا في حاجه اسمها الرو تمبلت، اما اقف على الداتا جريد في حاجه اسمها الرو تمبلت، اقف كده الاقي حاجه اسمها الرو تمبلت. من الرو تمبلت ده بفتح كده علامة البلاس دي واختار الارتفاع. لو انا عايز اخلي الارتفاع 40 او 50 زي ما انا عايز، وبعدين اعمل ريبيلد عشان تأثيره يبان. يعني مش كل حاجة تأثيرها بيبان. الاقي القيمة هنا ارتفعت بقت 50، يبقى دي اول نقطة. يبقى انا قدرنا نعرف ازاي نغير في حكاية الرو تمبلت دي. دي خاصية مهمة جدا، الخاصية دي مهمة ان احنا نعرف نجيبها منين، اللي هي الرو تمبلت. وابقى ادور انت لو ما تعرفش حكاية الرو تمبلت دي عشان تغير ارتفاع الكولوم يطلع عينيك يعني. طب بس احنا هنا عرفنا الرو تمبلت هنعمل فيه ايه، نجيبها ازاي، نجيبها من وهكذا. ونبدأ ندور لو في حاجة نقصانة ولا بتاع، ندور في على الانترنت على الخاصية دي الخاصة بالداتا جريد فيو. ان الداتا جريد فيو لو حبينا نألف عليها كتاب هيطلع كتاب 2000 صفحة لوحدي الأداة دي، لأنها مهمة جدا وأداة حيوية. يعني لك أن تتخيل يعني الأداة دي قد إيه مهمة، وبرمجتها نقدر نبرمجها زي ما معمول الإكسل مثلا، الشيت بتاع الإكسل، وشوف بقى الشغل اللي في الشيت الإكسل والتعامل معاه. فانا هنا مثلا في الداتا جريد فيو دي فيها شغل كتير، فيها شغل كتير. نيجي بقى للحته اللي احنا عايزين نتكلم فيها في الاد، الحته الناقصه اللي انا عايز اتكلم فيها، ان انا عايز لما اعمل ران كده اد البرودكت نيم وضفت، ادوس تاني يزود لي الكوانتيتي ويضرب دي في دي. طب انا لو عندي العنصر التاني ده كل ما ادوس يزود الكميه ويضرب 99 في 4 يطلع الرقم ده ويجمع ويعدل التوتال اهو، كله بيتعدل زي ما انت شايف. هي دي الحته اللي عايزين نتكلم فيها. يعني
الحتة دي بسيطة جدا، هنخش كده في البوتون ده. انا هفتح لك الكود عشان تقدر تشوفه كويس. احنا قلنا هندوس على البوتون، ادي الكلام. هي جزء بقى ده، انا عملت حاجة اسمها سب توتال هنا فوق في اول حاجة بمتغير، وتي تي بصفر، وهمر على كل الروز، همر على كل الروز. فور اي بتساوي زيرو، واي اقل من داتا جريد فيو دوت رو كاونت عدد يعني همر عليهم. هيعمل ايه بقى؟ هيسأل if data grade view dot row cell id value dot string بتساوي product id dot string. انا طبعا هختار product، فهو عايز يشوف السيل دي ال id بتاعها. اذا طلع بيساوي ال product id هيعمل ايه بقى؟ اذا طلع بيساوي هيعمل حاجة، هيعمل كذا حاجة. اول حاجة هيمسك ال quantity دي value، يبقى انا اول حاجة ال data grade الكمية هيزود عليها واحد، هيزود عليها مش واحد، هيزود عليها البارس بتاع الكمية اللي انا ضايفها للمنتج ده. فلو انا سايب واحد هيزود على واحد، واحد بقت اتنين، بقت الكمية اتنين. لو انا كتب عشرة في الكمية التانية بعد ما كنت كاتب كمية، هيزود الكمية دي على الكمية دي. طب وانا هسيب لك الكود ده عشان طويل حبة في الكورس 7، لكن انا هو بعرضه قدامك اهو، يعني بظهر ال فتح الشاشة كلها والفونت كبير وموريك الكود. يعني ان انا اساسا كل اول حاجة هزود على الكمية، الكمية الجديدة بتاعت لنا لانها بضيف نفس السطر. طب تاني نقطة، متغير اسمه تي تي بعمل بارس انت بارس للداتا جريد فيو للتوتال، اخزن التوتال ده، التوتال الخانة اللي موجود فيها التوتال دي اخزنها في تي تي. طب وبعدين اقول له التوتال الجديد، هقول لي انا خزنتها طبعا. التوتال الجديد اقول الخليه اللي اسمها توتال فاليو انت بارس بتساوي الكميه، يعني انا خدت التوتال اللي انا الكميه دي الجديده اهي خدتها خلاص. انا هنا حسبت الكميه الجديده، وهنا التوتال خدت الخانة الخلية اللي اسمها توتال خدتها خزنتها في التي تي. التوتال فاليو، التوتال فاليو بقى التوتال دي هنعمل فيها ايه؟ هتحسب ازاي؟ ما انا حسبت الكمية الجديدة اضربها في السعر بقى، حسبت الكمية الجديدة دي اضربها في السعر. فعملت على طول ضربت البارس للتوتال في السعر في البرو دوت برايس، ضربتها في السعر. فإذا أنا عدلت دلوقتي إيه؟ عدلت في الداتا جريد فيو السعر، وعدلت التوتال الكمية، الكمية والسعر، زودت على الكمية دي الكمية اللي أنا ضفتها. ده إمتى؟ لما يكون البرودكت اللي أنا بضيفه موجود قبل كده في الفاتورة. ومش كده وبس، لأ ده كمان هيروح للسب توتال. السب توتال اللي هو السب توتال ده بيساوي التوتال، هيخلي السب توتال بيساوي التوتال متغير، ما احنا كنا حسبنا التوتال اهو، خلاص هيخلي السب توتال بيساوي التوتال. وجوتو ليبل اسمه الايه؟ جوتو توتال. توتال ده بيعمل ايه بقى؟ مش هيعمل بقى، مش هيضيف، مش هيعمل البيانات دي، لان خلاص الكلام ده اتضاف قبل كده. هيروح لتوتال ده، هيجي بعد خطوة اد رو، مش هيعمل، وعمل تعديل في الرو ما عملش اد. بعد كده هيبدأ يخش هنا يعمل ايه؟ خد التوتال جوته هنا التوتال دي، هيجي للليبل ده يقوم عامل كونفرت للتكست اللي كان موجود فيه ويضيف عليه التوتال ده ناقص تي تي. السب توتال ناقص تي تي دوت سترينج. ايه تي تي بقى دي؟ هو طبعا لما اجي اضيف التوتال ده، التي تي ده التوتال القديم، هو هيضيف سب توتال جديد بدل التي تي، لان انا كنت مخزن التوتال القديم، هو هشيله بقى. يبقى انا حسبت التوتال الجديد اللي هو السب توتال ده، التي تي دي خزنته اللي هو بتاع السطر ده، ما انا كنت ضايفه قبل كده، فانا هشيله واضيف بداله السب توتال الجديد. هي دي الفكره بتاعته. طبعا في دي طريقة،
في طريقة تانية أنا هتكلم عليها قدام في نفس الموضوع ده. أنا كل مرة بيحصل فيها تشينج بيحسب توتال كل العمود الكوانتيتي وخلصنا على كده، وبالتالي يحسب الايه السب، يحسب التوتال التكست توتال ده، او هو التوتال اللي بيظهر في الفاتورة ده. يحسبه ازاي؟ يحسب التوتال، يجمع التوتالز دي وخلاص على كده، لا يقعد يعمل احلال ولا بتاع. يعني اي حاجة تحصل تتشينج التوتال يقوم جمع العمود ده، برضه جمعه سهل. طبعا يمكن الكود هنا، يمكن الكود اللي مكتوب في الحتة دي يمكن يكون فيه شيء من ال في التعقيد سنة، لكنه هو اسرع، مش هيلف على كل ده، وانا واقف في نفس السطر بعمل العملية دي. احنا الهدف من القصة كلها ان احنا بنتعلم بروجرامينج، بنتعلم بروجرامينج، مش الهدف ان احنا ايه اي هدف تاني يعني. فطبعا هنا الحتة دي اسرع طبعا، لكن هي فيها تعقيد، ان انا احتفظت بالتوتال القديم او السب توتال القديم سميته تي تي، وحسبت السب توتال الجديد، وطرحت من التوتال اللي موجود في التكست التوتال القديم، وضفت له السب التوتال الجديد اللي انا مسميه تاب توتال. التوتال القديم سميته تي تي، كان ممكن اقول اولد توتال وفرو يعني، ولكن احنا دلوقتي عشان بنشتغل حته حته كده فقعدنا نتكلم خلصنا الموضوع ده. وبعدين يروح تاني كومبو بوكس، يبقى كومبو بوكس 2 دوت فوكس، يروح يفوكس على البرودكت. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا كل ما هاجي اعمل تعدي اضيف منتج جديد، مش هيضيف رو، الجزء ده اللي بيضيف له رو مش هيضيفه، لا هيجي عند النقطه دي بقى خلاص. بعد ما يعمل تشيك ويوصل ويغير التغييرات اللي عايز يغيرها هنا، يقوم اي جو تو توتال، يجي الجو تو توتال دي يعمل يغير التوتال العام ده، وبعدين يفوكس على كومبو بوكس 2. هنكتفي بكده خلاص، هي دي الحتة اللي انا كنت عايز اقولها. انا قلت حتتين، قلت حتة الرو، ارتفاع الرو هنا، وقلت حكاية ان انا لما اعمل ران واضيف نفس الايتم يضيف يزود الكمية ويغير ما يلزم، يعني يغير السب توتال ده ويغير التوتال ده. هو ده اللي احنا عملناه. نكتفي بكده، اشكركم، سلام.